السلام عليكم. التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم بالعديد من الوجهات الاجتماعية ومشايخ القبائل في لقاء موسع في مدينة الرياض. وخلال كلمته في اللقاء شدد الرئيس هادي على المشايخ والوجهات بأهمية التجيش للجبهات، وقال: لا أتوقع من أي شيخ أو وجهة اجتماعية أو حتى مواطن عادي أن ينام وهناك قطعة أرض في اليمن لا زالت تنزح تحت سيطرة الميليشيا، فما بالكم لو كانت قريتك أو مديريتك؟ هبوا هبة رجل واحد وخلصوا الوطن من هذا الوباء. يبدو اتجاه الشرعية اليوم واضحا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في ظل الحديث عن ترتيبات عسكرية تتم في ميدي والمخا استعدادا لعملية تحرير محافظة الحديدة، والذي بدأ بتحرير جزيرة الطرفة المقابلة لمدينة الحديدة قبل أيام. التصعيد العسكري في الجبهات هو صورة الأبرز حضورا في المشهد الراهن. لقاء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بمشايخ القبائل قبل أيام لا يبدو بعيدا عن هذا التوجه الذي أصبح محل التقاء استعداد الحكومة الشرعية والتحالف العربي لإنجازات قادمة ربما تكون استراتيجية. وهنا نطرح أسئلة عديدة: ما هو حجم تأثير القبيلة في ميزان المعركة اليوم؟ وهل تقرأ الشرعية والمملكة السعودية دور القبيلة ضمن السياق التاريخي له منذ سبتمبر 62؟ وهل يعي أطراف الصراع اليوم ما فعلته ثورة فبراير من إعادة توزيع التأثير للكيانات الاجتماعية والمدنية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي هنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. فأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور. وقبل أن نبدأ دكتور هذا النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في الانقلاب تم على التالي: انقلاب على الشعب اليمني قاطبة. بهذه الكلمات تحدث الرئيس هادي إلى الوجهات السياسية والاجتماعية في لقاء موسع عقد في الرياض، يعده متابعون بمثابة إعادة ترتيب المكونات السياسية الاجتماعية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تبدو مفصلية على كافة المستويات. اللقاء السياسي والاجتماعي الموسع حمل دلالات كثيرة، من بينها توقيت اللقاء الذي يتزامن مع حراك سياسي واجتماعي واسع يواكب التحركات العسكرية التي تذهب نحو حسم الثلث الأخير من المعركة في اليمن، وإرساء دعايم الدولة المدنية الحديثة وقيم المساواة والعدالة والمواطنة المتساوية. تحدث الرئيس هادي عن التكامل السياسي والاجتماعي بين جميع أبناء الشعب التواقين للسلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. الاجتماع عرف باللقاء الوطني الموسع لمستشاري الرئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمشايخ والأعيان والشخصيات الوطنية والوجاهات الاجتماعية. لقاء رئيس الجمهورية بمشايخ القبائل أيضا تضمن الحديث عن دور القبيلة في مساندة الجمهورية تاريخيا، وهي المتضرر الأبرز من حروب الإمامة التي أنتجت سطوا وسيطرة وتمييزا طبقيا مس كرامة كافة أبناء الشعب. جدلية القبيلة ودعمها لحضور الدولة وتعزيز سلطة القانون وأهمية إسنادها لمعركة استكمال التحرير يبدو أنها عناوين المرحلة القادمة للشرعية، وخصوصا علاقتها بمعركة الحديدة وصنعاء. توحيد المزاج السياسي والاجتماعي وفق أولويات محددة أبرز أجندة الشرعية التي بدأت الاشتغال مؤخرا على ترتيبات سياسية واجتماعية كأساس لتحرير ما تبقى من البلاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني بداية، ما هو التعليق الذي يمكن أن تعلق على هذا اللقاء الذي حدث اليوم مع رئيس الجمهورية بالوجهات الاجتماعية ومشايخ القبائل في الرياض؟ طبعا بالنسبة للقاء مع المكون القبلي، طبعا نحن ينبغي أن تكون ضمن رؤية استراتيجية، لأن للسلطة الجمهورية تجربة تاريخية ولها أخطاء أيضا في التعامل. كانت من أخطاء الضباط الأحرار، أول خطر ارتكب كان هو إعطاء القبائل دورا سياسيا، صحيح أنه بدأ في المقاومة ولكن تشكل شيئا فشيء وأصبح يتقاسم النفوذ والسلطة مقابل ذلك الدور بين ثورة سبتمبر والدور في حماية المدن، ثم لم يقوموا بعد ذلك بوضع استراتيجية للتحديث وعملية الإدماج ومحاولة أيضا ما يسمى تخفيف العامل القبلي ليذوب تحت
مبدأ المواطنة والجمهورية بما يخدم أيضا يعني المصلحة الجغرافية والاجتماعية لذلك تلك المناطق. وفي الجنوب أيضا كانت هناك أيضا يعني استغلال وتوظيف واستثمار للانتماءات الجغرافية والقبلية، واستمر ذلك حتى في التعيينات، بمعنى كان عندما يذهب وزير من أبيان يأتي بآخر من أبيان وهكذا من حضرموت، وحتى عندما جاء فتح إسماعيل ووضع ما يسمى بالأشيد أو يسمى بالكتائب يعني ما يسمى الملي يعني عمل له نوع من القطاع، الآن راحت الجملة، القطاع العسكري أو المدني، كان أنه يبحث عن جماعة لا تنتمي إلى هذه الفضاءات. يعني كان هناك أشيد، كان هناك أيضا الحزب بذراعه العسكري والميليشيا إلى آخره. يعني ونحن أيضا نظرا لعدم التحديث في مراحل لاحقة، يعني أنك أصبحت تعيد إنتاج القوى وفقا لوزنها، وأصبح حتى السياسيون يعودون إلى هذه المناطق لمنح السلطة لهم والعودة إلى الحقل السياسي. ومن هنا لم نستطيع أن نقوم بعملية تحديث سياسي لتلك المناطق، أو نقوم بما يسمى تكسير الفجوة التنموية بين الريف والحضر وبين المناطق. ومن هنا القبيلة لم تعد القبيلة الجغرافية، ولكن كان هناك توجه للحفاظ عليها لأسباب متعلقة بالعصبية السياسية. من هنا أعتقد أن لا يمكن لنا في هذا التوقيت أن نتجاهل، لا يمكن لنا أن نتجاهل أن لدينا يعني نوع من المكون القبلي في غاية الأهمية، ولدينا نموذج أيضا مشرف. وفي مأرب الآن نحن نلاحظ أن هناك في غياب الدولة نظرا لإفراغ الجيش الوطني تلعب هذه التنظيمات، أنا هنا أركز ذلك، تلعب هذه التنظيمات دور في الضبط الأفراد، لكن هذا مهم للغاية، لكن ينبغي أن يكون الضبط حتى لا تصبح القبيلة فاعلا مستمرا كفاعل قبلي. نحن نريد أن يكون هذا الفعل مؤقت، بحيث أنه خلف أهداف جمهورية، خلف استعادة الشروط الشرعية، شريطة أن يكون هناك استراتيجية بعد ذلك، ليس إلى إعادة توزيع منافع للشيوخ القبلية بصفتهم القبلية. وهنا دعيني لو سمحتي قبل ما أتحدث عن أهمية المكون القبلي، عندما كنا في المرحلة السابقة وهذه أنا أعيدها لكم مرة، كان هناك نوع من تمثيل القبائل في السلطة بوعي لدى المخلوع صالح، بمعنى أنه يعيد إنتاجها. ولذلك سأعطي نوع من الإحصائيات التي كررتها في السابق، كان نسبة التمثيل القبلي للشيوخ الاجتماعيين في أول برلمان يمني كان 27%، ثم تطور في الانتخابات الثانية 37، ثم ارتفع 44، والنساء كانوا 8، ثم تحولوا إلى 1. يعني أن عملية التحديث كانت تسير إلى 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 الوراء. نحن كنا نحن لو سمحت، بس نحن لا نريد، نحن لا نقلل من أهمية القبائل. نعم، أنا أريد أن نتحدث عند هذه النقطة. يعني لو أتينا لتقسيم دور القبيلة، هناك يعني لا أحد يخفي أن لها دور سواء إيجابي مع الشرعية أو سلبي مع الانقلاب. أود أن تحدثني عن هذين الدورين، يعني ما مدى وجود القبيلة في صفوف الشرعية وما مدى تأثيرها في صفوف الانقلاب؟ القبيلة هي طبعا يعني قلنا أن كثير من المناطق القبلية هي خاصة في مناطق اللي هي على تخوم صنعاء، وفي هذه المناطق معظم أبنائها في القوات المسلحة وفي المؤسسات الأمنية وتمتلك السلاح، ونعلم هذا. ونحن وقد استغل أنا من الذين درسوا أيضا الثارات القبلية في اليمن وصنفتها، ودرست أيضا الصراعات القبلية، وقدمنا دراسات لتقارير دولية، واتضح حتى لو أعيد أذكر الجمهور أنه عندما وقعت الإشكال في منطقة خمر، عندما وقعت أثناء النزوح من صعدة، تتبعنا كثير يعني وقعت مشكلة في عمران في منطقة خمر عندما تم وضع النازحين في أرضية الجامعة. اتضح أن هذه المشكلة تعود إلى الأربعينات، يعني كان هناك من يغذي هذا الصراع. الحوثيين دخلوا من الصراع بين بكيل وحاشد، واستغلوا لأن السلطة قد كانت، كان هناك نوع من الإحساس بالإقصاء لبكيل. ونحن لن نتحدث هنا لإظهار هذا الصراع، ولكن نتحدث نحن الآن أن الحوثيين استغلوا هذه الصراعات، لأن كان صلاح يغذي المشايخ بالسلاح،
وكان يخلق مشايخ جدد حتى يضعف القدام. وبالتالي عندما تم تمثيل، وأنا كنت أحب أكمل الفكرة، عندما تم تمثيل المشايخ في المؤسسات الدولة وتوزيع لهم حتى في مشاريع النفط، يعني نوع من الكسب الولاء وتوزيع المنافع، أصبح ابن الشيخ يعني الذي خريج أمريكا أو خريج جامعة أصبح يحافظ على القبيلة بوعي، بمعنى أنه يعرف بسنه أنه لولا انتماء للقبيلة لما كان في هذا المنصب. ومن هنا الشيخ القبيلي التقليدي القديم كان التعليم إيجاد الطرق، كان يضعف القبيلة ويعطي التعليم. لكن سياسة المخلوع صالح كانت تقول أن أبناء المناطق الريفية اللي هم القبلية إذا عنده معدل ضعيف يدخل الجامعة، وإذا وهذا كان يريح أبناء القبائل، وهو كان هنا يخطط ضد الدستور الذي يتحدث عن المواطنة، ضد مؤشرات التنمية البشرية التي تقول إعطاء فرص متساوية للمواطنين، بمعنى أن يكون الأستاذ الجيد في صنعاء أو في أقصى منطقة قبلية، أن تكون المعامل الكيمياء والفيزياء في العاصمة صنعاء أو تعز أو المناطق القبلية، بما يعطي فرص متساوية. وبالتالي أبناء المناطق القبلية وأبناء المناطق المحرومة، لا نحن لا نعيد إنتاج اللامساواة، نحن نعيد إنتاج اللامساواة عندما دخلوا بمعدل بسيط وأخلوه طول حياته ضعيف. لكن لماذا لا أحسن له مشاريع التنمية وأحسن له التدريس ودعه ينافس وفقا للمواطنة؟ كان هناك توجه. وبالتالي تابعت أيضا كيف عممنا الأعراف القبلية، عممنا أن القبيلة هي تقوم بالنهب. نحن الآن في لحظة كما التقى الرئيس بالمكون القبلي ونحن نتعامل الآن، أنا كشخص أنا لست ضد القبيلة ولا أقول كلها سلبية، ولكن كانت هناك أخطاء لمن يريد إعادة إنتاج القبيلة، ونحن كنا بحاجة إلى قد المدارس والمستشفيات. وأعتقد حتى أبناء مناطق القبلية ليس سعداء باستمرار الثار، ليس سعداء بحمل السلاح، هم الآن يستثمرون في التحديث إلى أحزاب في مؤسسة المجتمع المدني، لهم مشاريع تجارية، وبنفس الوقت نظرا لضعف الدولة ونظرا لكثير من العوامل يحافظوا على هذا الانتماء. من هنا علينا ألا نرتكب أخطاء الضباط الأحرار، وعلينا ألا نخلق مشايخ جدد لهم منافع جديدة، بمعنى أنني سأشارك في هذا التحشيد ضد الحوثيين والإنقلابيين، ولكن بمقابل وبإعادة توزيع مناصب نحن نحتشد خلف النظام الجمهوري. وبالتالي إذا احتشدنا خلف النظام عند هذه النقطة سأعود إليك دكتور، لأنها مهمة، يعني في مسألة هناك تحشيد من قبل الرئيس هادي لهؤلاء المشايخ. ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ عبد الوهاب معوضة، قائد مقاومة عتمة. مساء الخير سيد عبد الوهاب. مساء الخير وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بك معنا أستاذ عبد الوهاب، ونود أن نسمع منك ما هي أبرز مخرجات اللقاء الذي تم بينكم اليوم مع سيادة رئيس الجمهورية؟ طبعا كان اللقاء اليوم مع الأخ أو فخامة الأخ الرئيس وقيادات الدولة، الذي كان اللقاء في يومنا هذا بحضور عدد كبير من مشايخ وقبائل اليمن، بالإضافة إلى رجالات الدولة من أعضاء مجلس النواب والشورى وأعضاء الحكومة ومختلف المسؤولية الدولة. طبعا لاحظ الجميع وتابع الجميع كيف كان اللقاء اليوم، وهو اللقاء الذي كنا ننتظره طويلا، على اعتبار على أنه ما للقبيلة اليوم من دور فاعل في عملية التغيير التي يجب على القبيلة أن تقوم بواجبها في إزالة مخلفات استيلاء الميليشيات الإنقلابية على الدولة وعلى السلطة. القبيلة اليوم تلعب دور جوهري، ويجب أن تلعب هذا الدور. القبيلة كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في انتصار ثورة سبتمبر وفي قيام الوحدة اليمنية وغيرها من المنجزات التاريخية لليمن، وبالتالي فإنهم يعتبرون أن القبيلة هي العدو الأول بالنسبة لهم. هم يريدون أن يفككوا قبائل اليمن وعلى قاعدة فرق تصد، فبالتالي يجب على قبائل اليمن ورجالات اليمن بمختلف شرائحهم الاجتماعية. نعم، ألم تنجح هذه الطريقة أستاذ عبد الوهاب؟ يعني سياسة فرق تصد التي تحدثت عنها وتأليب قبيلة على أخرى، ويعني جعل هناك غليان قبلي، قبيلة تنتصر على قبيلة، ألم تنجح هذه السياسة؟ ولا شك هم بيحاولوا دائما إثارة مثل هذه الأشياء، ونجحوا إلى حد ما في إثارة القبائل على بعضها البعض، لكن بفضل الله تعالى ثم بالوعي الذي
بس اليوم القبيله يجب ان ما نتحدث عن القبيله، نتحدث اليوم عن القبيله ليست بمفهومها القديم كالمجموعه المتوحشه من البشر، المجموعه الفئه التي ممكن نسميها بمصطلحات يعني اي شيء بشعه. القبيله اليوم تعتبر مخزن للكفاءات، مخزن كم الان بعض القبائل لديها عشرات من ابنائها الذي يحملوا على الشهادات العلميه، وبالتالي القبيله ليست بمفهومها القديم. القبيله اليوم تعتبر عباره عن مخزن لإنتاج واخراج الرجال سواء مختلف في مختلف التخصصات والمستويات العلميه، وبالتالي زي ما ذكرت سابقا على انه هم يعتبروا انه القبيله اذا أدت واجبها لن يكون لهم اي دور، وهذا ما نامله ان شاء الله من قبائل اليمن. نعم. ان تستشعر دورها في وضع حد لما تقوم به الميليشيات الانقلابيه في البلد. نعم، اذا هل هناك اي ترجمه عمليه لهذا اللقاء مع رئيس الجمهوريه؟ يعني هل هناك فعلا ترتيبات عسكريه لتسليح المشايخ، دعمهم للقتال في الجبهات؟ وبالتاكيد لابد ان يكون هناك ترجمه واقعيه، والا ما فائده اللقاء؟ لذلك ونحن طبعا عندما نتكلم عن الترجمه الواقعيه هي ان تكون في ارض الميدان، ايضا نريد ان ينعكس ما تم الاتفاق عليه سواء في اللقاء التشاوري للقبائل او الاجتماع مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، او اليوم مع قيادات الدوله برئاسه الاخ المشير علي عبد الرب منصور هادي. نعتبر ان شاء الله ان هذه اللقاءات يجب ان تترجم على ارض الواقع من خلال قيام القبيله بدورها وقيام الجهات المعنيه سواء في السلطات الشرعيه او في قوات التحالف بدورها ايضا في تزويد رجال القبائل ورجال الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه بما يحتاجونه في جبهات القتال. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الوهاب معوضه قائد مقاومه عتمه، كنت معنا عبر الهاتف. تود التعليق دكتور عبد الباقي؟ أود اكمل الفكره السابقه وثم التعليق. قلنا ان ينبغي أن يكون الآن يتوازي مع اللقاء بما يسمى المكون القبلي، وأنا أتحدث وأقول يعني أشعر بالحزن أننا في هذا العصر ما زلنا نتحدث، القبيلة ليس عيبا لكن أن تكون ما زالت مسلحة، وما زلنا نتحدث عن الفعل القبلي كفاعل رئيس. كنا نريد أن تستمر القبيلة كأعراف كقيم إيجابية في حياتنا، ولكن القبيلة ليس فاعلا، لأن أنا كنت من الذين كانت القبيلة عندما تعمل المؤتمر العام لها كانت تتحدث عن علاقتها بالخارج اليمني وكأنها كيان مستقل، وبالتالي هنا على السلطة الشرعية أن تؤطر الفعل يعني المكون القبلي في إطار الفعل ما يسمى الدولة، ما يسمى بالذي يحتكر العنف الشرعي، الذي يحتكر العنف الشرعي الدولة، وأول وظيفة للدولة احتكار العنف الشرعي. لذلك من المخلوع صالح عندما يأخذ الشيخ الأحمر أو ابن الشيخ الأحمر صادق في إلى جبهات القتال كان يلعب دورا في الثأر، لأن القبيلة هنا عندما يصافح الشيخ صادق ويروح إلى جبهات القتال فهو يخلق ثار مع القبائل الأخرى ويؤجج الصراعات، وبالتالي أصبحت الصراعات وكأنها بين القبائل، والآخر كان يستفيد من هذا، والحوثيين دخلوا في الصراع على هذا العنصر بمعنى الثارات بين القبائل والصراع. نحن لا نحتاج إلى القبيلة أن تتحرك كجماعة خارج فعل الدولة، بمعنى أن كل ما تقوم به من تحشيد خلف الجمهورية عليه أن يكون تحت الفعل العسكري الرسمي. لا نريد يعني عمليات عسكرية باسم القبائل فقط، نحن نتحدث هنا عن تماسك أو عن مكون قبلي نظرا لانتماء قطاع كبير من أبناء هذه القبائل للجناح العسكري، لكن عليها أن تدخل تحت الفعل العسكري، وإلا إننا سنؤسس لثارات قادمة وسنؤسس لمداخل للإنقلابيين. اثنين، لا يمكن للرئيس ولا لدول التحالف والمملكة العربية السعودية أن تلتقي بالمكون القبلي فقط، هناك الأحزاب السياسية وهناك المجتمع المدني وهناك النخب. بالتالي لماذا إذن دكتور؟ هذا خلل استراتيجي كبير، وهذا يعطي صورة خاطئة، وأشعر بالأسف أن يتم اللقاء منفردا. وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن دولة، إذا أردنا أن نتحدث عن مشروع وطني على الدولة، هم اجتمعوا في مؤتمر الرياض ولم يلتقوا بعد ذلك. أين كان هذا اللقاء؟ ما الذي سيحدث
لو كانت هناك لقاءات جمعية وليس بشكل مفرد، بمعنى أن يكون اللقاء بالمكون القبلي التحشيد. أين تحشيدك للمجتمع المدني؟ وأنا كنت من الدارسين للمجتمع المدني ولدينا يعني منظمات فاعلة. عليك أن تتحدث العالم الغربي وتتحدث الجمعيات الأهلية من خلال ما يسمى مكون مجتمع مدني وأهلي يلعب دور أيضا في التحشيد. إذن ثم دكتور يعني أين الأحزاب السياسية التي هي ما يسمى أدوات التحديث؟ أنت الآن تتحدث عن أداة تقليدية تعطي صورة سلبية لهذا المشروع. بالتالي لو كنا قمنا باللقاءات تزامنا، بمعنى أنه اليوم المشايخ غدا الأحزاب، بالتالي هنا تحدثنا عن مكونات من هذه المكونات، وهي المكون القبلي تعامل الواقعي. رغم أنني هنا أقول أن لحسن حظ الشعب اليمني عندما اكتشفنا بعد مارس، بعد 21 سبتمبر أثناء الانقلاب، إننا بلا جيش وطني ولا استخبارات وطنية، نحن أمام ميليشيات عائلية، المتوقع وفقا للمنظور الاجتماعي أن يعود الناس إلى القبائل وإلى المناطق وتحدث هنا صراعات. لكن لحسن الحظ أن المشايخ في منطقة مارب، هذا نظرا لضعف الأحزاب السياسية، ضعف الأحزاب غير قادرة على تجميع الناس، غير قادرة على الضبط بحكم أن الأحزاب كانت أضعفت خلال حكم المخلوع صالح، هذه القبائل لعبت دور الضابط للأفراد. ومن هنا كان لحسن حظنا أن القبيلة عندها وعي، نظرا لأن كثير من شيوخ القبائل هم أعضاء في الأحزاب السياسية ولهم مشروع وطني. وأنا عندما أستمع إلى بعض المشايخ في التلفزيون أذهل من هذه الروح الوطنية العالية، من هذا الانضباط، من هذه الرؤية التي تتجاوز القبيلة نحو الوطن، ولكن الظروف جعلتها تتحدث باسم القبيلة. ولهذا ربما نستفيد، لكن علينا، أقول علينا ألا نسقط في الفخ، بحيث أننا نحافظ على المكون القبلي كمكون مستقل وليس في إطار الدولة. دكتور، هل أهل المعركة العسكرية ينقصها الرجال أم ينقصها الدعم من السلاح والعتاد والمال أيضا؟ يعني مسألة التجيش ويذهبوا إلى ساحة المعركة، هل هذا ما ينقص المعركة فعلا؟ لا أعتقد أن المعركة اليمنية، خاصة الآن أن المسألة اليمنية لم تعد مسألة داخلية، لم تعد مكون محلي. يعني حتى دول الخليج الآن أدركت تماما أنها تركت اليمن لعقود طويلة، وهذا كانت النتيجة. بالتالي اليمن الآن معركة صراع إقليمية ودولية، معركة صراع. اثنين، المعركة ليس عسكرية. نحن قلنا لابد المحافظة على ترف الدولة، وطالبنا في السابق بحيث أن يكون المقاومة الوطنية تخضع تحت تراتب المؤسسة العسكرية، حتى لا تتقدم المقاومة الوطنية على حساب الجيش فنقوم بضرب آخر مؤشرات أو تراث الدولة، بقايا تراث الدولة اليمنية. بالتالي لما طالبنا في مرحلة سابقة أن قلنا ينبغي ألا نتحدث عن مقاومة وطنية، نتحدث عن جيش وطني ومقاومة وطنية، وقلنا عليه أن ينضبط المقاومة الوطنية، تنضبط حتى لا تخلق ماذا؟ تخلق قيادات من الميدان تصبح لها مصالح ولها منافع، وبالتالي نحدث في صراع كما هو في ليبيا بين القادة المقاومة والدولة. وهنا في القبيلة أيضا هناك من سيظهر أيضا يريد مال مقابل هذا الدور، وهذا نحن لا نريد قبيلة تدخل المعركة وراء المال ولا وراء أنها ستكون لها حصة في المستقبل. حصتها في المستقبل هو التأسيس، أن تنعم بجمهورية المواطنة، أن تنعم بالتعليم والتنمية، وأن نتجاوز سياسة الماضي التي جعلت في اليمن ما يقارب 100,000 قطعة سلاح، التي جعلت ثلثين بثلث حتى القرن 21، التي جعلت القبيلة هي النهابة وقطعة الطرقات، التي جعلت أبناء القبائل مجرد عسكر في المعسكرات لا يذهبوا للمدارس. نحن بحاجة إلى، نحن نعتز بقبيلتنا، نعتز بتراثها التاريخي، بأعرافها وبتقاليدها، هي أسهمت ونستطيع الاستفادة من كل المنظومة القيم القبلية الإيجابية. ليس عيبا، لكن العيب هو أن نجعل هذه القبيلة مجالا جغرافيا، أن نجعل من القبيلة تعيد إنتاج، وهذا الخطير، إعادة إنتاج القبيلة ذاتها بوعي. إذن دكتور نستكمل نقاشنا ولكن هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني نحن نتحدث عن المعركة العسكرية، هناك أيضا استغلال القبيلة من قبل الحوثيين والانقلاب، هناك زج لأبناء القبائل في محرقة، إن صح لي القول، ما زالوا يعني أطفال يعني في الكثير منهم، هناك أيضا يعني ضغط على هذه القبائل وأنها هي التي ستشكل الحامي في طوق صنعاء وما شابه. أولا دعيني أقول أن القبيلة هناك ما يسمى ثقافة المواطنة. القبيلة في تختلف ثقافة المقاومة من منطقة إلى أخرى في اليمن. ثقافة المقاومة في شمال الشمال تقوم على حرب القبيلي مع الدولة عسر، ذراع مع الدولة ولا شبر مع القبيلة، بمعنى عندما تجد هذه القبيلة وهي الآن خاضعة تحت الضغط وتحت ربما استدعاء أو إحياء العامل العقائدي العامل الثأر، يعني هناك الحوثيين يتعاملوا ب يعني توظيف كل ما هو سيء، توظيف يعني لا يهمهم تمزيق النسيج الاجتماعي، لا يهمهم ثنائية السنة والشيعة، لا يهمهم الثأر، يهمهم فقط العودة إلى السلطة. بالتالي هؤلاء أبناء القبائل هم وطنيون ويحملون يعني بالأخير هم درسوا داخل الجمهورية وعرفوا المواطنة. هناك نوع من عندما تفشل المشاريع الوطنية تحيا المشاريع الصغيرة، هذا ناتج موضوعي. بالتالي عندما يجدون هؤلاء أن الدولة قادمة وأن هناك سلطة وأن هناك بديل، هؤلاء لن يستمروا مع الحوثيين. لكن أيضا ثقافة المقاومة في مناطق زي تعز، مناطق زي الضالع، هذه تقوم لا القبيلة قوية ولا الأحزاب قوية. هنا علينا أن نقوم بالضبط وخلق قوانين صارمة، لأن 5 أشخاص ممكن يقطعوا قاطرة لا تستطيع الضبط معهم. من هنا نستطيع نستفيد من المكون القبلي في ضبط هذه المناطق المسلحة، لأن المناطق غير المسلحة التي أو ثقافة تعز تقوم على العمل المقاومة والعمل السري. نعم. تاريخيا ثقافة عدن تقوم على ثقافة جبهة التحرير والجبهة القومية وتعامل المواطنين. هناك ما يسمى ثقافة البحر تقوم على استيعاب العدو ثم الالتفاف عليه. ثقافة الجبل تقوم على المقاومة، لأن هناك نوع الطبيعة، يعني نحن عندما ندرس ثقافة المقاومة بالتالي عندما نستفيد من عنصر. لكن المعركة كما قلت في السابق ليس معركة قبلية. نحن هناك العامل المكون القبلي عامل مهم، لدينا الأحزاب السياسية حتى نعطي صورة للعالم الخارجي أن لدينا أحزاب سياسية. أين مواقفها؟ خلاص هي تحاصصت المناصب وأخذت يعني نسب في 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 اللجنة الفلانية ووزير وخارجية. أينكم الآن في البيانات؟ أين وجودكم الفاعل ككتلة من الأحزاب السياسية؟ أين المجتمع المدني الذي ترك المجال للحوثيين يتحركون في كل المؤسسات الدولية؟ أين نشاطكم في التقارير؟ نحن نبحث عن رصد، نبحث عن متابعة. الرصد هذا يقوم به أي راصد. نحن بحاجة إلى مؤسسات راصدة ومتابعة ولديها حضور دولي. أين المكون النخبوي؟ نحن ندرك أيضا أن هناك كثير من النخبويين في الداخل تحت لكن أين النخبة في عدن وفي تعز اللي هي يعني بين تحت الانقلابيين ومع السلطة الشرعية؟ أين النخبة التي بالخارج؟ أين ذراعنا الإعلامي؟ بالتالي على السلطة ألا تتقي فقط في المكون القبلي، عليها أيضا أن تشعر المكون القبلي أنه ليس وحيدا ولست هو الفاصل، ليس هو الفاصل لوحده، لأن اليمن ليس كلها، لكن هذا مكون مهم. وهناك مناطق تجنيد المخلوع صالح قد قام بتجنيد أبناء المناطق حول القبائل 7 حول صنعاء، ونحن ندرك أن أبناء صنعاء بما فيهم نحن كنا بالسابق كنا رهائن داخل هذه المدينة المسيجة بالألوية، ولكن أبناء هؤلاء أثبتوا ب 2011 أنهم طواقون للحياة، أن السلاح هذا يعني يتركوه. بالتالي هناك استعداد للتخلي عن السلاح، هناك استعداد لدى أبناء القبائل أن ينخرطوا في الحياة المدنية، هم أعضاء في الأحزاب في مؤسسة المجتمع المدني. علينا ألا نرتكب خطأ ونعيد إنتاجهم كمكون قبلي مستقل أو موازي للأحزاب. هم انخرطوا في الأحزاب السياسية، بالتالي يمكن نستفيد مؤقتا وبوعي، أعيدها مرة أخرى، مؤقتا وبوعي، لكن لا نعيد الخطأ بتاع الضباط الأحرار ولا بتاع الحزب الجبهة الشعبية والجبهة القومية وجبهة التحرير ثم الحزب الاشتراكي الذي استفاد من الانتماءات القبلية ثم خلقك يعني ما يسمى جيش مدني من لأنه كان فتاح ليس من أبناء المنطقة الجنوبية، كان ينتمي إلى منطقة شمالية، بالتالي أحتاج إلى ما يسمى كيان يعني مستقل عن هؤلاء. نحن بحاجة إلى أن نستثمر هذا ونستفيد ولا نخلق بين القبائل ثارات، لأن في اليمن ما يسمى
أعلى، يعني لدينا في اليمن ثار اجتماعي، ثار وطني، ما زال نحن عندنا الثار الوطني يمتد من أيام الجبهة التحرير، الجبهة القومية، إلى 67 إلى 79 إلى قبائل في مناطق الوسطى. كل هذه الثارات نحن نجمعها. لماذا نجمعها؟ هل نجمع ثارات؟ علينا ألا نجمع ثارات أخرى وطنية، وعلى القبائل وعلى المجتمع المدني أن نلتقي كمكونات، وعلينا ألا نرتكب خطأ ونقول لأبناء القبائل خذوا مال، نعم، وسنعطيكم في المستقبل سلطة مقابل، وبالتالي نخلقهم تجار. نحن لا نريد من أبناء القبائل أن يكونوا تجار في مواقف الوطن، نحن نريد أن يحتشدوا خلفنا، خلف الجمهورية، خلف المواطنة، خلف التنمية المتساوية، خلف اليمن الفدرالي، وليس خلف. إذن ينضم معنا عبر الهاتف سيد مهدي الهاتف، قائد مقاومة تهامة. مساء الخير أستاذ مهدي. يا مساء الخير والعافية، حياكم الله، أهلا بك معنا، ونود أن نسمع من كيف تلقيتم اليوم كلمة الرئيس عبد ربه منصور هادي في لقائكم الموسع، وحديث أيضا عن التوجه إلى الجبهات. حياكم الله، تحياتي لكم ولضيوفكم الأعزاء والقناة بلقيس التي لها دور طيب إعلامي في نصرة الشرحية. ولا شك أن اهتمام الأخ رئيس الجمهورية بمشايخ القبائل وأعضاء مجلس النواب والمحافظين، وكذلك أيضا نشكر لقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان الاهتمام بهذه الشريحة من وجهات المجتمع القبلية والعسكرية والسياسية المختلفة. وهذا هو الأصل، أننا أن يدعى جميع أبناء اليمن بمختلف شرائحه وفئاته وفي مقدمة هذه الشرائح وجهات الوجهات القبلية والاجتماعية، لنشكل صفا واحدا من أجل إنهاء الانقلاب. وهذا يدل على حنكة القيادة السياسية، قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان، وعلى أيضا حنكة ونجاح قيادتنا السياسية برئاسة فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر. نعم، إذا على الأرض أستاذ مهدي، يعني مزيد نطالب بالمزيد من استيعاب الوجهات ومن استيعاب كل شرائح المجتمع التي تشكل صف واحد لخلق الانقلاب. أستاذ مهدي، نعم هذا الاستيعاب كيف يمكن أن يؤثر على سير المعركة خاصة في الميدان؟ يعني ما الذي يعني يمكن القول في إقليم تهامة؟ لماذا توقف الجيش والمقاومة في حرض؟ لا شك أنه كلما أضفنا إلى الصف المقاوم وإلى الصف المؤيد للشرعية والساعي لدحر الانقلاب، كلما تمت إضافة العديد من هذه الوجهات كلما كان لها أثر معنوي وإيجابي على أداء أبطال القوات المسلحة في المنطقة الخامسة في جبهة ميدي وفي كل الجبهات، وكذلك على أداء المقاومة الشعبية في مختلف جبهات اليمن. نعم، إذن يعني هناك حديث عن بدء المعركة في الحديدة، متى ستتوجهون إلى الجبهات أستاذ مهدي؟ الناس قد توجهوا، الجيش قد توجه والجيش الوطني قد توجه، والمقاومة الشعبية تسند الجيش الوطني وتقف إلى جانبه جنبا إلى جنب حتى نصل بإذن الله إلى ميدان الحديدة، وسيكون النصر بإذن الله حليفنا وقريب بإذن الله تعالى. أستاذ مهدي، يعني هذا الكلام طيب ولا غبار عليه، ولكن في الواقع لما توقف الجيش والمقاومة في حرض؟ لا شك أن تأسيس جبهة جديدة من الصفر وهي منطقة عسكرية كاملة قامت رئاسة الأركان و بإشراف ومتابعة نائب الأخ رئيس الجمهورية فخامة محسن وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ورعاية قيادة التحالف العربي، تأسيس قيادة منطقة عسكرية من الصفر وتجميع أفراد وبعض القوات المسلحة واستيعاب ورفضها بالعديد من المقاتلين من أبناء إقليم تهامة ومن مختلف محافظة اليمن، كل هذا يأخذ وقته ويأخذ إجراءاته. نعم. والآن بفضل الله تعالى هناك قوة طيبة قد تم حشدها، وما يزال الاندفاع كبير من أبناء إقليم تهامة ومن أبناء محافظة اليمن لإحداث هذا التغيير،
وبإذن الله تعالى سمعنا طبعا في الأيام هذه الماضية إنجاز الطيبة في جامعة ميدي، وأصبحت مدينة ميدي شبه محاصرة بإذن الله وبعون الله تعالى وبقيادة التحالف العربي، مشكورين لما يبذلون من جهد كبير ومن دعم طيب لتحقيق إن شاء الله النصر. نعم شكرا جزيلا. إذا قريبا عاجلا. شكرا جزيلا لك أستاذ مهدي الهاتف قائد مقاومة تهامة، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني هناك من يرى أن الدور القبلي أصبح محدود خاصة بعد ثورة 11 في فبراير، يعني ربما هي التي سحبت بساط القبيلة نحو المدنية وغيرها من الوسائل، كيف ترى هذه الفكرة؟ ليس محدود، ولكن نحن بحكم أن هناك ما يسمى مناطق تجنيد، المؤسسة العسكرية والأمنية كانت مركزة في مناطق ما، يعني تركزت، يعني لما يكون هناك معك ما يقارب 58 ضابط فقط في 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 حضرموت و8000 جندي وضابط من أبناء تعز وإب، يعني هناك خلل، و98000 ذمار وآنس وصنعاء، 98000 ضابط، يعني هنا نحن أمام خلل في مناطق التجنيد، نحن أمام خلل في ما يسمى يعني مكون الجيش، إنه ينتمي إلى إطار جغرافي وإلى إطار عقائدي، هذا خطير، وهذا يعني من 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 يعني عندما تكون هناك يعني معلومات دقيقة أن حتى دخول كل الشرطة والحربية والاستخبارات والأمن القومي كلها تخضع لحسابات عائلية وولائية، بالتالي كنا نفتقر إلى الفرص المتساوية لبناء جيش وطني. القبيلة ما زالت لاعب رئيس، لكن كما قلت وأكرر، كنا بحاجة إلى ألا نقدم صورة مشرفة لهذا المجتمع، ألا نرتكب أخطاء الضباط الأحرار تحت ضغط المعارك العسكرية، نقوم ب يعني خلق ما يسمى أمراء جدد للحرب، خلق قيادات مشيخية جديدة، أو أن نتعامل معهم وفقا للمال ووفقا للوعود بالمنافع بالمستقبل. نحن هم مكون من مكون الوطن، لا نشكك في وطنيتهم ولا نعيب عليهم، هناك سياسة كانت موجهة لهذه المناطق، نحن بحاجة إلى أن الرئيس الجمهورية ألا يتوقف في هذا اللقاء. لماذا لم يكن هناك مؤتمر رياض 2؟ لماذا لم يكن هناك لقاء أعضاء البرلمان؟ لماذا لا يكون هناك لقاء بالنخب الأكاديمية بالنخب الإعلامية؟ وأن يكون هذا اللقاء، ما الذي ما الضير؟ وهل هناك نقص في المال عندما يلتقي يعني المكون القبلي مع الأحزاب السياسية ورموزها، مع ليس بالضرورة حتى في الرياض، حتى في مؤتمرات موازية لأبناء المجتمع المدني والقطاع النسائي، حتى نعطي صورة أين هي الرموز السبتمبرية؟ نحن في صراع على الجمهورية، ونحن الآن عندما نصطف مع أبناء المكون القبلي لا نصطف من أجل عصبية ولا نصطف من أجل أن نرتكب نفس الأخطاء، نحن نصطف خلف استعابة الجمهورية القائمة على المواطنة التي المعتقد الديني والانتماء الاجتماعي الفئوي لا علاقة له. نحن نتحدث عن جمهورية هناك مشروعين، مشروع إمامي سلالي يعتقد أنه الحق بهذه السلطة، وهناك مشروع عائلي يعتقد أنه لابد أن يعود للسلطة، هناك عائلة وهناك سلالة. نحن نريد أن نستعيد الجمهورية، لا يمكن لنا أن لابد أن نصطف ما يسمى إيجاد الأهداف المشتركة وإيجاد نقطة التوافق مع أبناء المكون القبلي، أننا لن نعيد إنتاج ما النظام صالح، ولا نعيد المحاصصة، ولا نعيد أو نقوم بتدوير هذه القيادات. نحن علينا أن نخلق ما يسمى إدارة الزمن الانتقالي، نلتقي حول أهداف محددة، علينا ألا نرتكب ونخلق ثارات بين القبائل، على هذه المكون القبلي ألا يتحرك كمكون قبلي بل يتحرك كمجهود شعبي تحت السلطة الشرعية وتحت القيادة العسكرية. أقولها، ينبغي ألا يتحرك كمكون قبلي حتى لا ندخل في ثارات ونراكمها، ونحن لدينا ثارات. وسأعطي للجمهور لمني معلومة، أنا كنت من الذين طلب مني إعداد كيف يمكن حل الثارات، والأمريكان كانوا يريدوا خارطة الثارات في اليمن، عندما علم المخلوع صالح بذلك أوقف الأمريكان وأوقف المشروع الوطني، لأنه يريد استثمار الثارات بين القبائل، يريد أن يستمر الثار الوطني. لدينا في مناطق اليمن أنواع ثار، يعني ثار وطني، ثار اجتماعي،
ثار فردي، انفلات أمني، أعراف قبلية. بالتالي عندما نعيد نفس يعني نحن لسنا بأغبياء حتى نعيد نفس الثار. نحن نريد هذه المكون القبلي أن يساهم بالفعل الوطني، أن يساهم بالفعل الوطني تحت قيادة المؤسسة العسكرية، بحيث نخلق ما يسمى احتكار العنف الشرعي. نحن لسنا بحاجة بثلثين بثلث، ولا بحاجة أن يكون هناك صراع بين بكيل وحاشد، وليس حاشد أفضل من بكيل، ولا بكيل أفضل من حاشد، ولا من مذحق. نحن نتحدث عن مواطنة مع اعتزازنا ببكيل واعتزازنا بحاشد واعتزازنا بمذحق، ولكن هذا لا علاقة له بالتقسيم الحزبي. عندما تابعت حكاية الشبواني، تابعت قضية الشبواني منذ أن اختطف الملحق، أول من اختطف الملحق الثقافي الأمريكي هو الشبواني، تابعناه، قام عينه المخلوع صالح مدير أمن الجوف، ثم عينه مستشار وزير الداخلية، ثم هذا الرجل اجتمع مع المشايخ وذهب إلى عند الحوثي يعلن ولا، وقال ماذا؟ قال ليس القضية قضية هكذا، نحن بكيل مقصية، لا، ليس هناك إقصاء لبكيل ولا حضورا لحاشد ولا غيابا لمذحق. نحن نتحدث عن جمهورية، عن مواطنة، علينا على الفعل المجهود الشعبي ومجهود المقاومة أن يندرج تحت الفعل الوطني للدولة، وأن نعم. يحتكر القرار، هذا مهم في بناء الدولة الوطنية، لأن منذ أن كنا نعيد إنتاج القبائل وكنا وصلنا في مرحلة كم نصيب إب من الوزراء، كم نصيب صنعاء من الوزراء، كم نصيب تعز، يعني نعيد إنتاج مناطق. من أين الجيش؟ الجيش ينبغي، وكان هناك دستور شرعي، دستور عرفي، رئيس الجمهورية من مناطق الزيدية ومن صنعاء، رئيس الوزراء يا من تعز يا من حضرموت المناطق الطرفية. نحن لا يهمنا أن يكون من صنعاء أو من تعز أو من عدن، نحن نحتاج إلى رئيس وطني يقوم على اختياره الشعب وإرادة الشعب، على رئيس حكومة يكون من تعز، من صنعاء، من ريمة، من أي مكان، يتعامل معي وفقا للمواطنة المتساوية. لا نريد أن نخلق أمرا حرب جداد، يعني نقوم على المناصفة والمنافع. نحن بحاجة إلى أن لا نخلق ثارات جديدة. على رئيس الجمهورية أن يتبع هذا اللقاء بلقاء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومؤتمر الرياض، حتى لا نتحدث عن دولة القبيلة، نحن نتحدث عن دولة المدنية، المواطنة والجمهورية، وعلينا ألا نرتكب أخطاء الماضي، وأكررها، علينا ألا نخلق ثارا وطنيا من جديد. نعم، إذن بهذا الشكل دكتور عبد الباقي شمس وصلنا إلى نهاية الحلقة، ربما يعني وصلت الرسالة للجهات المعنية. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.